معنا من رام الله دكتور حسام زملط نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح، وكذلك معنا من تل أبيب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد جندلمان. عقاب جماعي وغير قانوني، بهذا الوصف وصف عريقات الخطوة الإسرائيلية بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية. هل إسرائيل متأكدة من أن هذه الخطوة ستثني السلطة الفلسطينية عن المضي قدما في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية؟ السلطة الفلسطينية قد علمت مسبقا بأن إسرائيل سترد على خطواتها الأحادية الاستفزازية التي تلتف على عملية المفاوضات وفعلا تدمر عملية السلام، وهي كانت تدري بأن الرد الإسرائيلي سيكون تجميد تحويل المستحقات الضريبية، لأن نحن قد قمنا بهذه الخطوة مسبقا. ورد الفعل الفلسطيني هو رد فعل يعني سخيف ومنافق، لأن نحن أردنا أن نعود إلى المفاوضات والسلطة الفلسطينية قد تخلت عن المفاوضات وذهبت إلى المحكمة الدولية. ولكن يجب أن نذكر في هذا السياق بأن إسرائيل هي دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي، والسلطة هي عبارة عن شلة أو جماعة من التنظيمات الإرهابية وتحالف مع التنظيم الإرهابي بامتياز وهو حماس. حماس ارتكبت جرائم حرب عديدة لا تحصى. نحن واثقون بقدراتنا بخوض معركة قضائية ناجحة وفعالة ضد السلطة الفلسطينية في هذا الإطار أيضا. دكتور حسام، سمعت هذا الكلام، كيف ترد عليه؟ يعني هناك التفاف على مفاوضات السلام من قبلكم، وهذه خطوة أحادية الجانب. لا، هناك لا، ليس فقط الالتفاف من قبل متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، هناك تزييف للحقائق. نحن جربنا طريق المفاوضات ل21 عام، كان آخرها فقط قبل شهور عن طريق السيد كيري، وكل العالم شهد السيد كيري عندما ذهب إلى مجلس الأمن اعتذر، عندما ذهب إلى الكونغرس وقال هناك أن إسرائيل حكومة نتنياهو حكومة السيد جندلمان هي من أفشلت المفاوضات. عن أي مفاوضات يتحدثون؟ هم ما يقصدونه بالمفاوضات والعملية السلمية، هم يقصدوا بذلك عملية نصب واحتيال وسرقة للأرض. بدأنا هذه العملية بأقل من 200 ألف مستعمر في عام 1993، اليوم نتحدث عن 650 ألف مستعمر في الضفة الغربية والقدس. هم يتحدثون فقط عن عملية تغطية لمشروع حقيقي ووحيد اسمه إسرائيل الكبرى. هم يعرفون ذلك، ليس لديهم شريك لإدارة هذا الصراع وإدارة هذا الاحتلال، فقط لديهم شريك ألا وهي منظمة التحرير الفلسطينية لصنع سلام حقيقي قائم على أساس القانون الدولي، قائم على أساس دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران عام 1967، القدس الشرقية عاصمتها والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. ولكن يبدو أن جندرمان وساسته في تل أبيب فهموا الرسالة غلط، فهموا أن حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير عندما عرضت عليهم هذا العرض حل الدولتين، هذه كانت مبادرة منا، فهموا أنهم سيتقاسموا معنا الضفة الغربية والقدس. هذا لن يحصل، لن نتنازل عن سنتيمتر، نحن بالمحصلة تنازلنا عن 78% من أرضنا. وفهموا أننا عندما أسسنا السلطة والتزمنا بالتزاماتنا وكأن السلطة الفلسطينية الوطنية ستدير الاحتلال معهم، أبدا، السلطة هي نواة لهذه الدولة، وإن تكون نواة سنكمل وإن كانت عائق لا يهمنا. ليس هناك تعاون، هناك تنسيق أمني، هناك تعاون اقتصادي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واليوم السلطة الفلسطينية تضج بالعويل بسبب قطع أموال الضرائب كونها تعتمد يعني بشكل شبه كلي على الأموال التي تأتي من إسرائيل ومن الولايات المتحدة. لا، الأموال لا تأتي من إسرائيل، هذه أموال الشعب الفلسطيني، هذه مقدراتنا. إسرائيل فقط تقوم بتحصيلها لأنها تتحكم في المعابر، تتحكم في المصادر، تتحكم في الأرض والمياه. لهذا السبب إسرائيل تقوم بتجميعها وإرجاعها لأهلها الأصليين. إسرائيل تقوم بالسرقة والنصب عندما لا تعيدها. هذه ليست أموال إلا الشعب الفلسطيني، هذه أولا. ثانيا، نعم، كان هناك على مدار 21 عام تنسيق اقتصادي أمني سياسي قانوني إلى ما شابه ذلك خلال عملية سياسية كان مآلها إقامة دولة فلسطينية. أنتم تعلمون كان من الممكن أن تقوم الدولة الفلسطينية حسب أوسلو، أو من المتوقع في العام 99، لم تقم. واليوم بعد 21 عام لم تقم، أجرت إسرائيل حروب كثيرة على قطاع غزة وما شابه، والوضع على الأرض تدهور بشكل كبير. اليوم نحن وصلنا لقناعة سيد أوفير جندلمان، يعني الآن إسرائيل تستخدم هذا السلاح، سلاح التجميد، استخدمته في السابق وتوقفت عنه. إلى أي مدى يمكن أن تمضي قدما في هذا الأمر، وخاصة أنه في صميم بنود اتفاق أوسلو؟ السلطة لا تحترم أيا من الاتفاقيات المسبقة، هي تلتف على المفاوضات، هي تواصل التحريض ضد إسرائيل، هي تنقل الصراع مع إسرائيل من الحلبة العسكرية
التي فشلت إلى الحلبة القضائية، وهي لا تريد تفاوض من أجل التوصل إلى حلول متفق عليها. لم نجري مفاوضات على طوال 21 عاما، ربما تفاوضنا لمدة 3 أعوام. خلال السنوات الأخيرة رفض الطرف الفلسطيني باستمرار التواصل إلى المفاوضات إلى حلول لأية من القضايا العالقة، والإدارة الأمريكية قد أشارت إلى التعنت الفلسطيني، وتوجد العديد من الدول خاصة في الأيام الأخيرة التي انتقدت التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن وإلى المحكمة الجنائية الدولية. يعني العالم يدرك، ربما ليس كل العالم، ولكن توجد دول بارزة تدرك بأن القيادة الفلسطينية نسفت كليا المفاوضات، والآن أنا الأوان بدفع الثمن على هذه المغامرات، على هذا الالتفاف على عملية السلام. تدفع السلطة الفلسطينية الثمن، ولكن ما الذي تسعى إلى تحقيقه؟ يعني تعرف هي أن السلطة الفلسطينية لن تصمد كثيرا، وهناك وقف في الميزانية الفلسطينية أو عجز كبير فيها. ما الذي تسعى إليه إسرائيل؟ يعني هل تريد يعني من السلطة أن تنثني عن قرارها باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، أم بالعودة إلى ساحة المفاوضات؟ الهدف من ذلك كله؟ السلطة الفلسطينية قد علمت بأنه سيكون ثمن لهذا الحراك الذي يلتف على المفاوضات، هي علمت ذلك، وبالغرض من ذلك هي فضلت الذهاب إلى المحافل الدولية، وتعرف الفلسطيني الشعب الفلسطيني والذي يدفع الثمن. كما كان دائما القيادة الفلسطينية لا تكترث إطلاقا بالوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، لا تكترث إطلاقا بالمصالح الحقيقية للشعب الفلسطيني الذي يستحق حلولا لوضعه منذ وقود. نحن معنيون بتواصل إلى حل دولتين للشعبين، ولكن الطرف الفلسطيني لا يريد ذلك. القيادة الفلسطينية حتى الآن ترفض الاعتراف بنا كدولة الشعب اليهودي، وبنفس الوقت هي تطالب منا أن نعترف بدولة قومية للشعب الفلسطيني. يعني هي ترفض ما هي تطالب منا، هل هذا ليس نفاقا؟ طيب دكتور حسام، يعني في النهاية مصالح الفلسطينيين الاقتصادية والمالية ربما هي الأولوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية لاستمرارها في موقعها حتى تستمر في التفاوض، وربما المضي قدما في يعني الانضمام إلى المنظمات الدولية. بالطبع مصالح الشعب الفلسطيني هي الأولوية القصوى لدى القيادة ولدى كل حسبة، ولذلك نحن الآن وضعنا أنفسنا ومعنا إسرائيل ومعنا العالم أمام مفترق طرق حقيقي. أنتم سمعتم الآن يقول أن نحن الفلسطينيين لا نعترف بإسرائيل، إحنا اللي بدينا الاعتراف في 93 ولحد اللحظة إسرائيل لا تعترف بنا. على كل الأحوال كل هاي المغالطات نريد أن نصححها، إما أن نتقدم إلى الأمام وينتهي هذا الاحتلال بشكل كامل ونحوز على استقلالنا، وهو حق في تقرير مصيرنا، حق شرعي كفلته كل الشرائع دولية، ويكون ذلك من خلال مفاوضات دولية ودبلوماسية دولية وقانون دولي كما حاولنا فعله في مجلس الأمن واعترضتنا الولايات المتحدة. وإن لم يتم ذلك فنعود للخلف ويكون احتلال كامل وتتحمل إسرائيل مسؤوليتها، ونعود لمقارعة هذا الاحتلال. هذا الوضع الذي نحن فيه لمدة 21 عام من مساحة رمادية. هل يمكن العودة إلى ما قبل اتفاق أوسلو والعودة إلى الكفاح المسلح؟ لا لا، نحن ثورة الآن عمرنا 50 عاما احتفلنا بها قبل أيام، قضينا نصف هذه الفترة في الكفاح المسلح وإعلاء صوت القضية الفلسطينية وجلب الانتباه لنا وتمثيل فلسطيني في كل العالم والذهاب إلى الأمم المتحدة وهوية فلسطينية وطنية ومقاتلين من أجل الحرية. النصف الثاني قضيناه في مفاوضات مع إسرائيل، للحق خسرنا فيها كثير من الأشياء، منها أرضنا وقدسنا وشعبنا في حصار وما شابه. اليوم نحن نتوجه لمرحلة جديدة، نريد أن نقاوم هذا الاحتلال ولكن بأدوات جديدة. هذه الأدوات هي أدوات القانون الدولي، هذه الأدوات هي الاشتباك السياسي في الخارج كما شاهدتم في أوروبا والاعترافات بفلسطين كدولة على الأرض تحت الاحتلال. هذا الاشتباك السياسي هو فرض العقوبات على إسرائيل والمقاطعة على دولة الاحتلال حتى تتحول إلى دولة مثل شركائكم في الساحة. من هم شركائكم؟ يعني نتحدث عن حماس، نتحدث عن الجبهة الشعبية وغيرها، معترضة على خطوات كثيرة، تقول بأنها افتعال لخطوات ليس في محلها، مثلا حتى يعني الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل استحصال على دولة فلسطين كان يعني قدم بوقت مبكر، لم تنتظر لثلاثة أيام حتى السنة الجديدة حتى تتأكد من هم الأعضاء، فبالتالي يعني هناك تغطية يعني تنتقد عليها السلطة الفلسطينية بأنها تقوم بذلك من أجل أن تبين للشعب الفلسطيني بأنها تقوم بخطوات من أجله.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كل فصائل منظمة التحرير أو الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير كانت مع التوجه إلى مجلس الأمن، مع التراتبية أي توقيع معاهدة روما، وهذا يشمل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. كان هناك نقاش عن نص مشروع القرار، وهو من باب الحرص، من باب حرص بعض من هذه الفصائل، ونحن استقبلناه وسمعناه وتم التغيير، وهذا إيجابي وهذا صحي. ولكن حركة حماس لديها مشروع آخر ولديها برنامج، ونحن نقول لهم أن برنامجنا الأساسي هو اللا عنف، هو الاشتباك في الساحة القانونية، هو محاسبة إسرائيل على جرائمها. وطبعا هذا ما يخيف الساسة الإسرائيليون، واليوم نتنياهو يقول لجنوده لن نسمح بمحاسبتهم، فليقل لهم وليصدر الأوامر بأن يتوقفوا عن ارتكاب الجرائم. نحن لدينا الآن حقيقة توجه، لنا دعم دولي غير مسبوق في هذا التوجه. نعم يصادفنا الاعتراض الأمريكي والفيتو الأمريكي، ولكن لدينا بدائلنا، طبعا مهم الاعتراض الأمريكي. طبعا نحن صادفنا الاعتراض الأمريكي في الأمم المتحدة في العام 2011 عندما توجهنا إلى مجلس الأمن لطلب عضوية كاملة لفلسطين. ذهبنا إلى الجمعية العمومية حتى حيث لا يوجد حق النقد الفيتو للولايات المتحدة، وأخذنا إجماع دولي وكوني. الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع جزر صوتت ضدنا فقط لا غير. والآن يوجد لدينا بدائل. بدائلنا سيدتي أنه إذا منعت الولايات المتحدة تدويل المفاوضات، نحن نريد مفاوضات، نحن نريد سلام حقيقي، ولكن مع إسرائيل التي تختلف عن إسرائيل الحالية. إسرائيل الحالية غير جاهزة. طيب. إسرائيل الحالية فقط تضيع الوقت، وبالتالي إذا رفضت أمريكا مسعانا سندول كل الصراع. ممكن أرد؟ طبعا تفضل برد، أنا هذا سؤالي موجه لك. نعم، ما قاله السيد حسام يعني بعيد كل البعد عن الواقع. الطرف الفلسطيني يرفض التفاوض. كل من نظر إلى السنوات الأخيرة يعلم بأن أبو مازن رفض الالتقاء برئيس الوزراء نتنياهو، رفض التواصل إلى أي من الحلول. المهم هو التالي: دولة فلسطينية لن تقام إلا من خلال صنع السلام. الدولة الفلسطينية لن يكون لها أي وجود من دون حل القضايا العالقة. وإذا وصل الطرف الفلسطيني بهذا النهج الذي يدمر عملية السلام، فمصير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية سيكون مصير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لأن حماس بالمرصاد. حماس تنتظر كل هذه التحولات، تنتظر إلى هذا التصعيد لأنها تريد أن تستغله. ومن سيدفع الثمن؟ هل الطرف الذي سيدفع الثمن هو إسرائيل أم السلطة الفلسطينية؟ طيب سؤالي لك سيد جندلمان، يعني هل بالفعل إسرائيل مستعدة للتضحية بالطرف الفلسطيني الذي تعتبره شريك حتى يعني قبل أيام، أبو مازن والسلطة الفلسطينية؟ هل الفلسطينيون أطفال؟ إذا ما انهارت هذه السلطة طبعا الكفة سترجع لصالح حماس، هل هذا ما تريد السلطة الفلسطينية؟ هل السلطة الفلسطينية تنتهج سياسة يمكن اختصارها بالمثل ضربني وبكى سبقني واشتكى؟ هي تدمر عملية السلام، ترفض التفاوض، ترفض الاعتراف بنا كدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا هو أساس الصراع، هذه هي نواة الصراع. والطرف الفلسطيني يلجأ إلى المحافل الدولية عندما توجد، حيث توجد أغلبية ساحقة لسلاحهم، لأنهم يعتقدون بأنهم يستطيعون أن ينتزعوا إنجازات أو دولة من دون التفاوض مع إسرائيل. هل هذا ليس التفافا على عملية السلام؟ عملية السلام مبنية على المفاوضات، وعندما يوجد كل هذا الائتلاف من التنظيمات الإرهابية الفلسطينية التي ترفض السلام مع إسرائيل وبما فيها فتح والجبهة الشعبية والديمقراطية وكل هذه المنظمات بما فيها تيارات داخل فتح، كيف نصل إلى السلام؟ طيب لا يوجد من يفاوضنا، ليس داخل السلطة، ليس داخل أي حلبة فلسطينية. المنحة التي تتخذها الآن بالفعل سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية أم أنه فقط سيعقد حياة الفلسطينيين؟ ما هي خياراتكم الآن بالدرجة الأولى؟ الطرف الذي يتحمل المسؤولية، خياراتنا يا خيار الخيارات الإسرائيلية خيارات عديدة. السؤال لك أو لي؟ معذرة، أنا سؤالي دكتور حسام. كل ما سمعناه الآن، أنا أريد من السيد جندلمان أن يتوقف أن يكون متحدث باسم الشعب الفلسطيني، هذا دوري أنا، فليتحدث باسم إسرائيل وحكومة التطرف في إسرائيل. الشعب الفلسطيني لا يريد خبزا فقط، الشعب الفلسطيني يريد حرية واستقلالا، وأنت وحكومتك ليس لديك من هذا أبدا. كل ما لديك هو الحرب والقتل والبطش والاستيطان والاستعمار والحصار والتهويد والدمار. أنتم احتفلتم بأول عملية إرهابية دعني ارتكبتموها ضد مواطنينا، أنتم ذبحتم
آلاف المواطنين الأبرياء دعمتم الإرهاب منذ سنوات. لا تتحدث كل من يريد أن يرى الإرهاب الذي مارسه وكشفها عملية النصب والشعب الفلسطيني تبع لكم. سيد كيف تستطيع أنت تفتخر بالعمليات الإرهابية في الثواني المتبقية لدكتور حسام بإيصال فكرته؟ نحن الشعب الفلسطيني خلف قيادته بهذا الاشتباك السياسي مع إسرائيل، نحن سنستكمل معركتنا. وإذا إسرائيل تخاف من القانون الدولي فلتلتزم بالقانون الدولي. ادفعوا الثمن، ستتم محاسبتكم أمام المحكمة الجنائية الدولية. المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد أوفير جندلمان، شكرا لكما. العالم هذا المساء مستمر معكم وفيه أيضا. الخارجية المصرية تدعو رعاياها لعدم الذهاب إلى ليبيا تحت أي ظرف.